من أحلى الأيامات الخاصة في حياتي هو يوم العيد، وخاصة لما يبدأ الطقس حلو، تاكل تشرب مع الأصحاب مع العائلة. أحنا هنا في الجزيرة المكان والجو والطقس يخليك عندك أجواء خاصة. تابعوني. يا عيد يلي تسلينا وبنكون معك. أهلا وسهلا فيكم، عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله يا ربي بالصحة، يا ربي إن شاء الله بالهناء، يا ربي إن شاء الله بالفرح، يا ربي الأمة العربية والإسلامية كلها تكون بخير. نسلم على عائلتي في تونس وعلى أهل تونس، وشكر خاص، شكر خاص لأهل الإمارات وأهل الخليج اللي فرحوا بينا وخلونا شهر كامل نعمل من أحسن البرامج اللي عملتهم في حياتي، وإن شاء الله كنا نفعنيكم. اليوم عيد واليوم فرحة، واليوم في العالم العربي الكل يعملوا حلويات. خممت قلت ليش أنا نعمل حلويات، نعمل حاجة خير، لأنه لما تشوف المنظر ولما تشوف الطقس ما تنجم تخمم إلا على باربيكيو بالسمك والسيفود غليل البحر، لأنه هالحين وقته وأنا حاضر. اليوم باش نعملوا باربيكيو سيفود بس على طريقتي أنا. اخترت شكلت شوية أنواع من السمك، عندي هنا لوبسر، شوية أنواع سمك، سيبريم سيباس، عندي الحبار. بس نحاول نعمل ثلاثة أو أربعة طرق مشاوي على الباربيكيو. أنتم تعرفوا المشاوي سهلة، تحط على الفحم ويمشي الحال. المشكلة اللي السمك فيها تقريب، كل الأسماك لما تحطهم فوق الباربيكيو يلصق الجلدة بتاعها، تلصق. المشكل هو أنه ما تحطوش زيت، لما تحطوا زيت تكون المشكلة انتهت. سو أول حاجة السمكة الأولى نعملوها على الطريقة الكلاسيكية، نعملو لها مارينيت، نحطو شوية زيت. انتوما زي ما قلت لكم رمضان كامل، أنا تونسي، سو زيت زيتون لازم يكون موجود في كل حاجة. دونك هذا زيت زيتون، ناخذ عليه ليمونة، مش قلوب الليمون نزلت، احنا عاوزينها جاست للمارينيس. ممكن كمان نضيف عليها برتقالة، ممكن نضيف برتقالة. وفي ادفايس، المشكل لما تعمل باربيكيو سمك فور شور باش يجيك الذباب، والذباب يقلقك على الهيجين ويقلقك. عندي الحل لكم، اعملوا زي تاخذوا مسحوق القهوة، أي نوع من القهوة، وتحط على الباربيكيو، يعطي نكهة بعدين للأكل ويشيل الذباب. جربوها وتذكروني. خلاص، باي باي، نكمل. برتقال، ناخذوا حبه ثوم، وخلاص ناخذوا حبه السمكه بتاعنا، اي نوع سمك، ونغطسوا مليح في الخليط اللي عملناه. اوكي، نخليه على جنب السمك في عصيره. باش ناخذ شيء اخر، هو الجمبري. عندي هنا حبات جمبري كبار. المشكل لما تحطوا الجمبري على الباربيكيو، جنرالي الجلده ولا القشره تلصق للحمه، وبعدين لما تاكلها تكون صعيبه. باش نعطيكم ادفايس، هو انه عندي هنا الجمبري، ناخذوا شيء زي الكليل ولا اي اعشاب، اي نوع اعشاب. انا هنا عندي الروزماري الكليل، ونفرش على الباربيكيو دايركتلي اكليل.
اوكي نجمو نحطوا نوع اخر. الحين عندي شبت، ممكن نحط شويه شبت وناخذ الجمبري ونحطه فوقه. هو فرشور مش باش يلصق، وكمان باش يكون فيه مطعم، معناتها المطعم العشاب اللي حطيناهم. هاي طريقه كتير حلوه. لوبستر، في لوبستر ولا في انواع اخرين تشبه اللوبستر، احسن شيء نجمو نستعملوها هو انها تكون دايركتلي على الجريل، عندها جلده سميكه، دونك احسن شيء هو انه نخليوها تطيب على الجلده نتاعها، باش نفتحوها شويه من الصدر. نحطها دايركتلي على الفحم، ما فيش ريسك، ما فيش معناتها امكانيه تتحرق لانه الجلده نتاعها سميكه. الطريقة الثانية هو أنه نقسم اللوبستر على اثنين، وكمان حطوها على الجلدة متاعها. ممكن الفحم يشعل، سو لازم تكون معاكم قارورة مية، تعملوا لها زي دي وتعملوا ثقب من فوق. لما تشوفوا اللي نار حمات طفيها شوي، ويزم باقي تكون عندكم القارورة معاكم. نزلوا الحرارة لأنه أحسن شيء هو أنه السمك في مر البحر يكونوا يطبخوا على حرارة هادية ووقت طويل. أوكي، ننتقلوا لطريقة ثانية لطبخ السمك على الباربيكيو، اللي هي البابيوت. البابيوت كلمة فرنسية تعرفت بها طبخة هذه، هو أنه ناخذوا ورقة ألومنيوم ونقصوا طرف يكون كبير شوي، اوكي، وناخذوا سمكه ولا اثنين حطوا عليها زيت زيتون. حطوا عليها شويه بصل مفروم. شوية تومة. ممكن كمان شوية كمون، شوية بقدونس، حبتين ولا ثلاثة طماطم. ليمون. ممكن كمان تحطوا برتقال كويس، البرتقال مع السمك يعطي طعم كتير كويس وحتى على المنظر. اوكي، الطريقة سهلة هو انه نسكر الالومنيوم، نحاول نسكره بطريقة كتير كويسة عشان ما لازم يخرج منه ولا شيء. نحطها دايركتلي في على الباربيكيو. وكنا هكا خلصنا طريقة أخرى، رايحين دلوقتي الطريقة الرابعة للباربيكيو السمك. راجعين. اوكي، نفقدوا الجمبري، شوفوا حتى المنظر كتير حلو.
ولا يهمك في الاعشاب لو تحترق ما يهمكش، المهم ما تحترقش الجمبري. شوفوا هنا تمام. اوكي دلوقتي عندنا المحار المسلز. يا فلتة فلتة يا فلتة، جيب معاك قهوة، في شوية ذباب. قهوة اوكي. المسلز بنحط شوية زيت زيتون في مقلة. ليل السعادة ضمنا واشعلنا شمعات الهنا، يلا عساها كل سنة والكل. حط معاها شوية بصلة. احلى قهوة عشان خاطر العيد الجميل. صباح الفل. جيب لي قهوة فلتة. كل عام سنة وانت طيب. ساعة طيب يا شيخ. عايش اوكي. مش عاوز اتعصب بيوم العيد اكيد. انا طلبت عليك بودر قهوه باش نحطوها في الباربيكيو وكنا حكينا فيه قبل ما بلش. اوكي متشكر حبيبي. سو حطينا هنا شويه شويه زي زيتون دلوقتي، بصل مقطوع. حبيت ثوم. متشكر فلتة. حط دايركتلي في الباربيكيو كده صح؟ اه كويس. ينعاد عليك بالصحة يا فلتة. وعلينا كلنا يا شيخ. يا أحلى فتة في العالم. يلي عديت لي رمضان كويس وما غير. تمام تمام حبيبي، ما تحرقليش الدنيا. ده عيد عيد يعني. يا احلى فلت حبيبي يا شيف. اصل انا بشوف السمك بي يعني فاهم بتحول. حاول ما تتحولش كتير حبيبي. استاكوزا استاكوزا وام الخلول. ها ام الخلول. اوكي وين ام الخلول دي مسلز. ايوه اوكي. ام الخلول ام الخلول. دلوقتي هنحط ام الخلول. ايوه تستوي. اوكي مش عايز خيار. خيار ايوه. ليش يعني لزوم ال... لا مش خيار. عاود بقدونس احط شويه بقدونس معاهم ودايركتلي حطوا على النار. دي طريقه اخرى. اوكي كله تمام. انا منفع اخد دي معايا اخدها وانا ماشي. دلوقتي مرت الوقت هذي حطيناه في الزيت. والليمون زيت زيتون. والبرتقال مذاكر اهو. هلت تباشير السعد والكل فينا مستعد. ودي يا شيف جبنه. دي جبنه يعني. زيت زيتون والليمون اللي رقدنا فيه ما ترميش. حطوه هنا. اوكي اكسلون حبيبي حبيبي. شيل ده معاك بس خلي لي حبه ولا حبتين سرطان. ما شوف قد نخلص الكلام ده انا اكل. شور ايوه اوكي. وال دي استعملنا كرابس. هذه كرابس كابوريا عارفها. شو اسمها؟ كابوريا. كابوريا اوكي. كابوريا هو في هنا يسميه سلقتون سلطعون. سلطعون اوكي. سلطعون نحطوه دايركتلي. سلطعون مش غير حاجه من غير حد شيء. لما تكون عندك شيء بالقشره سميكه زي دي مش مشكله، ما تخافش من الباربيكيو. اوكي عاوز ايه تاني؟ عاوز الجمبري الكبير ده. جمبري كبير هو هناك. ايوه ده جامبو ده. شوف احسب كم حبه. واحد اثنين ثلاثه. شوف حتوت شيف وداد وثالث مين؟ أنا. شو فكرت فيك؟ الله. أوكي. جاي. طب والاستاكوزا؟ ما ننسيش. ليل السعادة ضمنا واشعلنا شمعات. هاي. نرجعوا نرجعوا خليه شوية يستويوا. أنا باش نعمل سلطة. أنا موافق. سلطة. سلطة وكل حاجة. أوكي نرجعين. رجعت لكم ثمار البحر والسمك الكل استوى. دلوقتي خممت نعملوا حاجه باش نعديوا بها السمك المشوي. واحسن شيء بعد شهر صيام عارف اللي احنا صحيح
نصومه بس في الليل نزودوا له شويه دهون وشويه هذاك. علاش احسن شيء هو البندوره. البندوره طماطم ما عندكمش فكره انواع الفيتامين اللي فيها وانواع الاكسيد اللي فيها اللي بيزيل دهون. خديت جميع انواع البندوره نعملوا سلطه سهله ياسر. تابعوني يا فلتة، جيب لي حاجه نعملوا بها سلطه. جيب الايه معلش اللي يجي هات هيك ماشي. هاي يا فلتة ايش ودي؟ برضه يا شيف ماسكه السكينه ليها سنس. اي ليها سنس. اوكي اسمعني، ايه رايك لو نحط شويه خضار فوق الباربيكيو نزين بها؟ ويبقى مشوي، ونحط بصل مشوي يا شيف وثوم. ما يقول لي شو نحط ولا تنحط، بس الثوم لما نحطوه والبصل لما نحطوه فوق الباربيكيو نخليهم بالقشره نتاعو زي ما هما. اوكي طب انا احط بقى البصل ده. ريت تنحط هنا. بس انا عاوز تكون هنا لوحه فنيه. ماشي اوكي، نحط كم واحده بقى؟ يعني نحط كتير؟ كل اللي مشي قاعد عندنا الكل نحطه. لا 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 قلت لك لازم لوحه فنيه. ماشي حط هنا جنبه. لا هنا نقصة حبة ولا نحط واحدة. دلوقتي فيك تحط الفلفل زي دي هكا. هاي شوف. اوكي نرجع للسلطة، قصينا الفلفل نزيدوهم. كله تمام حبيبي؟ كله تمام، ده موحوح. نزيدوا شوية ثوم. نحط ثوم هنا ولا هنا؟ في الاثنين. ده انا هعيد عيد ان شاء الله. كل عام وانت حي بخير. وانت بخير يا شيف. بس يا فلتة لو بعد شهر مع بعض الحلم بتاعك اتغير ولا خلاص بقى؟ ده انا جبت الكوت والجلافز والدنيا خلاص. انا عندي نصيحة ليك والله، اكثر هدية نجم نهديها لك في العيد بجد. ايه بقى؟ وانه بطل الحلم وشوف حلم تاني ممكن تكون احسن سواك بوجي في العالم. حطوا تارجت في حياتك. طب ما انا اشوف رصاصة الحاجة حلوة. رصص كمان طماطم. اوكي حطها هون فوق ما زي ما هي كده. فين الصعوبة؟ ما حلوة هي سهلة وجميلة. نستعملوا كل اللي عندنا ما نخليه شيء. نحط كله يعني؟ طب نحط ده. هاو هنا في فلفل. فعلا فعلا يا شيف. فلفل هاخد نص ليا ونص ليك. اوكي فاهمين؟ ماشي. هنحشيها حاجة؟ لا بس مشوي. فلتة جهزت الترابيزه؟ ترابيزه ايه؟ ترابيزه الاكل. لا لسه. ليش تستنوا جاي معايا حبيبي؟ روح 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 روح. فيس 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 فيسة. نزيدوا كمان فلفل على السلطه، نقصوه حبات صغار. المنظر متاع السلطة يظهر منظر كتير روعة، لوحة فنية. شوفوا اوكي يزمنا نزيدوها على اللون وعلى المطعم شوي اخضر، زيدة شوية بقدونس، ممكن نزيدوها شوية حبق. ريحة الحبق حاجة خطيرة. زيت زيتون.
ملح ونخلطها بالايدي لما تكونوا لابسين جلوفز. شوفوا هنا السلطة حضرت هي تكون احسن حاجة نعديو بها الباربيكيو متاع السي فود. ناقص اخر شيء هو انه ننظف كل شيء ونتمم باربيكيو الخضار ونرجع لكم باش نشوفوا التقديمة الاخرانية. راجعين كل عام وانتم بألف خير. سلامة شيف. يسلمك. خلاص أصبحت تونسية. ما شاء الله تونسية تونسية. برشة برشة تونسية. برشة. عيدكم مبروك. عيد مبروك. ربي يحييكم لمثيله. يعني. ربي يحييكم. بلاي فصيلة. أوكي 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 خلاص. ربي. من أمثال. أوكي فهمت أخي. إن شاء الله تعيشي. مبارك. أنا ياسر تشرفت. واللي اشتغلنا وفرحنا الناس وعلمناهم وإن شاء الله احنا قاعدين نشوفوا في الكومنت نتاع الناس فرحانين كتير. ان شاء الله ربي يحييكم من امثاله. احنا زي ما انتم تمتعتوا معنا احنا تمتعنا بالكومنت تاعكم. والله كانوا كتير حلوين الناس على الكلام اللي قالوا علينا. الحمد لله حلو. شكرا للمتابعه كتير. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. شكرا لكم حاجه والله العظيم مانيش مفتلك فلت عاوني له. فلت ساعدك صح يعني. معيت على فلت فهمت وين فلت فلت همشي يجيب الاكل. يا فلت يا فلت فلتة فينو الأكل فلتة فلتة هاته هو قعد وتغدى. كل سنة وانتو طيبين. أهلا وانتو بخير. وانتو بخير فلتة اليوم سبتك بتقعد معانا. أوبا بيقعد معانا بتقعد معانا أي بدوش يجيب الأكل باقي. أنا من زمان عايز أقعد. فلتة فلتة ما ننسي شيء بشمر كل الأكلات باقيين. بس فلتة قبل ما تروح بدنا نقول لك شكرا كثير لانه غير انك ساعدتنا كمان تعلمت اكيد. فناطرين من نشوف منك اكلات حباركم اكيد المره الجايه ولا حبك اصلا. ليش الاكلات اللي بشعملها ليش مساكين الناس ما انت اسمعني بس انا عاوز اشكرك لاني تعلمت سوق البقي. ايوه هاي علمني احتراف. هاي احتراف يا. الايام الحلوه بتعدي بسرعه. هيوحشني كل واحد فيكم والله. هتوحشيني يا شيف وداد. هتوحشني طيبتك معايا ونصايحك ليا. هتديني الفرصه. برافو فلتة. وانت يا شيف تيسير تعبتك قوي لدرجه كنت بتنام كتير من كتر ما تعبتك. معاكم الشيف العالمي فلتة. الشيف العالمي. وانت يا شيف هتون انا مقدر كل مره كلمت فيها شيف تيسير توصيه عليا يديني فرصه تانية. يا الحمد لله يا ايام حلوه. اهلا ازيك. ازيك يا شيف حتون. ازيك اخبارك ايه؟ صعبان عليا يا فرحان. بس يلا لازم اوصلها. كل عام وانتم بألف خير وان شاء الله نرجع نتجمع تاني.